عبد القيوم خوجه من شركة بروج العقارية بالقرب من هذا المعلم التاريخي الرائع الأثري آيا صوفيا طرابزون. آيا صوفيا أديكم فكرة شاملة عن هذا الموقع الأثري، أنه كان في بدايات القرن كانت كنيسة ومن ثم تحولت إلى متحف، وفي 2013 تم تحويلها إلى جامع. العرض اللي بنصوره أو المشروع اللي بنصوره عبارة عن مجمع سكني فيه 14 وحدة سكنية من غرفتين وصالة وثلاثة وصالة، بالإضافة إلى أنه مجمع راقي جدا. تعالوا نديكم تفاصيل عن هذا المشروع. بغير العادة شرحنا للمجمع أو للشقة نبدأها من هذا المكان الرائع، إطلالة البلكونة الرائعة، إطلالة الطبيعة والمدينة والبحر زي ما أنتم شايفين، إطلالة ولا في الخيال. يعني الواحد هو جالس في المكان هذا تكون عنده الإطلالة الجميلة هذه، يعني يكون من المحظوظين. البلكونة اللي أنا متواجد فيها مساحتها أقدر أقول مترين في مترين ونص، مساحة رائعة جدا نقدر نستغلها بأشياء جميلة جدا، ومن ضمن الأشياء جلسة جميلة بهذه الإطلالة الرائعة، فنجان قهوة، سهرة مسائية، فطور الصباح، شيء ولا أروع. يعني تخيلوا هذه الإطلالة الرائعة تكون في شقتكم. نكمل مع بعض تفاصيل الشقة. الصالة، منطقة السفرة اللي أنا متواجد فيها هنا، نقدر نحط طاولة السفرة في هذا المكان، تكون منطقة مفتوحة من المطبخ على منطقة السفرة، وأيضا منطقة السفرة إطلالة البلكونة وإطلالة أمامية أيضا على البحر، شيء ولا في الخيال. المنطقة الثانية هذه منطقة الصالة، أرضياتها باركيه درجة أولى. أضف إلى ذلك أنه واجهة الصالة جاية واجهة فرنسية، إطلالتها الخيالية على الطبيعة وعلى المدينة والبحر بنفس إطلالة البلكونة اللي كنا فيها بداية الفيديو. يعني وإحنا قاعدين في الصالة كمان نستمتع بأحلى إطلالة مع الأسرة. التدفئة اللي موجودة في الشقة جاية تدفئة نوعين، في الصالة تدفئة أرضية، في الغرف جاية تدفئة اللي جاي بيتك في الجدران. هنا عندنا منطقة السفرة، إطلالة أيضا على البحر، إطلالة خيالية وإطلالة أمامية على المدينة وعلى الطبيعة. نشوف المطبخ مع بعض. شوف المطبخ جاي بطريقة رائعة جدا، ألوان براقة، المطبخ جاي على شكل L، والسيراميك اللي مستخدم جاي ألوانه زاهية، جودة المطبخ جودة ذات كواليتي عالي، مستخدمين ألوان براقة، دولاب المطبخ جاي أبيض، المقابض مع الرخام، يعني شيء رائع جدا. حتى منتبهين على أقل وأدق التفاصيل أنه مسوين مكان خاص للكومبي، مجهزين له دولاب مخصص لهذا الشيء. نتوجه إلى تفاصيل الشقة كاملة. عندنا هنا مدخل الشقة من هذا المكان، والأبواب المستخدمة زي ما تلاحظين أبواب ذات جودة عالية ويتحمل درجات ضغط عالية جدا، معروفة في أغلبية مجمعات تركيا. التمديدات واصلة للمنطقة، تمديدات الغاز الطبيعي لو تلاحظوا ممددة وجاهزة. الكوريدور باركيه زي الغرف، والصالة ألوانها رائعة جدا، حتى منسقينها بطريقة جميلة جدا مع براويز الأبواب جاية بنفس اللون. نشوف مع بعض غرفة رقم واحد وإطلالة هذه الغرفة ومساحتها، إطلالتها الخيالية على البحر. شوفوا الإطلالة الجميلة لهذه الغرفة. التدفئة اللي قلت لكم نوعين، انه التدفئة جاية
تدفئة في الغرف بهذا الشكل اللي هو البيتك، وفي الصالة تدفئة أرضية. مساحة الغرفة مساحة تسع لسريرين فردية مع دولاب، يعني تعتبر مساحة جيدة لغرفة مستقلة. مقابلها عندنا دورة مياه رقم واحد. دورة المياه هذه لو تلاحظوا المواد المستخدمة من سيراميك وأدوات صحية كمغسلة وكمرحاض، يعني مهتمين حتى بالألوان ودقة الجودة. ما ننسى أيضا أن الألوان في الصالة وفي الشقة ككل ألوان متناسقة حلوة. دورة المياه الرئيسية للشقة ككل كمساحة ممتازة جدا، مروش وكلوزت ومغسلة، وزي ما شرحت أن الأدوات الصحية جاية بطريقة جيدة ومستخدمين أفضل الأنواع والجودة العالية. مقابلها أيضا عندنا غرفة رقم 2. مساحة الغرفة هذه برضو ما تقل عن الغرفة رقم 1، مساحتها جيدة وممتازة، بالإضافة إلى إطلالتها من الجهة الأمامية جاية إطلالة البحر. ولها بلكونة مميزة، البلكونة هذه إطلالتها جاية إطلالتين، إطلالة بحر لو تلاحظوا، وعندنا إطلالة جانبية على المجمع الخلفي، يعني شقة مميزة فعلا مميزة. نطلع من الغرفة هذه ونتوجه إلى غرفة الماستر. غرفة النوم الرئيسية الماستر مدخلها من هنا، دولاب أو باب مخصص لهذا الشيء، يعني يكون استقلالية وخصوصية تامة لنا. لها دورة مياه مخصصة لها، دورة مياه خاصة بغرفة النوم الرئيسية، مساحتها كبيرة أيضا وممتازة. وشوف المساحة الرائعة لغرفة النوم الرئيسية، أغلبية المجمعات كانوا ما يهتموا في مساحات غرفة الماستر، مكان للسرير ومكان للدولاب هناك مخصص ومكان لهنا للتسريحة، يعني تصميم الشقة جاي بطريقة جميلة جدا. حتى إطلالتها جاية إطلالة غرفة الماستر، إطلالة خلفية على المجمع اللي من الخلف، وفي مخرج إضافي أيضا للطوارئ. المخرج هذا ممكن مخرج الطوارئ ممكن بعض الناس يقولوا ليش حاطينه في غرفة النوم؟ هذا شيء مو بيدنا، يكون هذا الشيء مجبورين عليه على أساس أنه ما نقدر ناخذ رخصة البناء إلا بمخرج الطوارئ ينحط في بلان الإنشاء. بالقرب من الموقع عندنا سوبر ماركت شوك، ومقابل سوبر ماركت شوك عندنا موقف مخصص للباصات، وأيضا الطريق المؤدي إلى المواصلات مقابل المجمع أيضا، يعني طريق رئيسي للباصات وللمواصلات. وما ننسى أيضا أنه مشينا على أقدام على الساحل تقريبا دقيقتين من الموقع، وهذا الساحل ساحل بشيرلي المعروف عند أهل طرابزون، ساحل مميز جدا ورائع. في نهاية الفيديو ما ننسى نضغط على المدفع، لا قصدي على اللايك والشير، وما ننسى أيضا أنه التفاصيل والأسعار نجدها في صندوق الوصف أسفل الفيديو، ولا تنسوا متابعة فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب بروج العقارية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.